بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم عن موضوع الـ addressing modes، إعداد كل من الطلبة: مسلم عباس علي، أمير ظاهر أمير، مصطفى نوري، عمار ياسر، وإسماعيل باسل. الـ addressing mode، يمكن تعريف الادريسنج مود على أنه الطريقة التي يتم من خلالها تحديد مكان وجود الداتا التي يجب على المعالج أن يتعامل معها. هناك عدة طرق يمكن استخدامها لوصف موقع المعلومات التي يتم التعامل معها. الطريقة الأولى وهي الإميديت ادريسنج مود. في هذه الطريقة فإن الداتا سوف تكون جزء من الأوبيرانت. نأخذ مثال على الإميديت أدريسنج مودز. المثال الأول: موف CX 16 بت داتا 4929 بكسل. في هذا الإعاز فإن ريجستر CX سوف يتم تحميله immediate بشكل مباشر بالقيمة المبينة في الإعاز. المثال الثاني: add AX 2387 هكسا، سوف يتم جمع محتويات الـ AX مع 16 بت داتا 2387H بشكل مباشر. المثال الأخير فإن البيل سوف يتم تحميله بالقيمة 8 بيت بشكل 3F. الطريقة الثانية هي الريجستر ادريسنج مود. بهذه الطريقة فإن الريجستر سوف يكون هو مكان وجود الداتا. لنأخذ مثال: move dx ax، نقل محتويات الـ ax إلى register dx. بالمثال الآخر: add dx bl، جمع محتويات الـ dh مع محتويات الـ b. بقية الطرق سوف تتعامل مع الميموري، لذلك يمكن تسميتها ب Memory Addressing Modes. في هذه الطرق فإن الـ Physical Address يجب أن يتم تحديده. الـ Physical Address يساوي Segment Register Tab Effect Address. وإيجاد الـ Physical Address فإن Segment Register Tab Effect Address واحد لليسار وجمعها مع الـ Effect Address. الـ Effect Address يتكون من الـ BX Best Pointer Source Index Destination Index أو Stack Pointer With Without Offset. هو عبارة عن 8 بت أو 16 بت داتا. علما أن الـ DS DS العفو أو داتا سيجمنت تتعامل مع البيست بلاس ديستنيشن اندكس بلاس اوفست، أو داتا سيجمنت تتعامل مع البيست بلاس سورس اندكس بلاس اوفست. أما الستاك سيجمنت فتتعامل مع البيس بوينتر بلاس الستاك بوينتر بلاس Offset. كما موضح، الـ Segment Register والـ Effective Index في الـ Code Segment يتعامل مع الـ Instruction Pointer فقط، والـ Data Segment يتعامل مع الـ Best والـ Source Index والـ Destination Index
أما الستاك سيجمنت فيتعامل مع البيست بوينتر والستاك بوينتر. الدايركت ادريسينج مود والتي تعتبر الطريقة الأولى في الميموري ادريسينج مود. في هذه الطريقة فإن الإفكتيف أدريس سوف يتم تحديده بشكل مباشر كما موضح بالمثال. لنفترض أن الداتا سيجمنت 1512 هكسا وعندنا الإيعاز موف AX فارزة. هنا نلاحظ أكو قوس كبير يتم وضع الإفكتيف أدريس فيه وهو 3518 هكسا. لإيجاد الـ physical address فإن الـ data segment tab offset physical address يساوي 1512 مضروب في 10 بلاس 3518. نشوف حاصل الجمع راح ينطينا الـ physical address واللي هو 1816 هكسا. عندنا homework جد الفيزيكال ادريس للمثال الثاني.